فنانكاسي ka tirsanaa ciidamada asluubta oo dabcan cod tolmoon lahaa أحمد جوح قربوش ayaanu bal qoyskiisa caawa halkani aanu bulshada Soomaalida guud ahaan ugu weydiineynaa bal sida ay xaaladoodan wax uga qaban lahaayeen aan ku soo dhaweeyo ديقة عبد الله بارليح أو شن عرورة أو ده شيء نين كافن نين كاي سلام مركزنا أبوان بارليح أو ها أبوان آذ عان وقا أهلوك الصومالي ده كارا هان هرقيسيا أغير كيدا سيوين لوغي يقاني ودالي بالكسو دو ديقة هوريال تي في حال كاغا إيه هبين كان عاوة وحان وحال كانو فردينو بال أدو قلنا لو داك ولا لو وحا حال كان عاوة يسو فريسي حالات أنو رالات بكتشي عريري قواه إلى أن يكون هناك أيضاً من الأيكون 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 هناك ولكن يقولون لقيت من تربة هذا يدنا هواية ذكر جارية أرحنية أهل هواية قدر كربنا يقيم بركة حنون كم معانك هو لتعالس أدوه يدي بيقول ما تيدنا ها هواية واحد جرب يستيق هواية واحد أرحن ويعاوية هواية واحد واحد كور هذا دواء ذا يقبل حيا هواية غير الله سين إن هل كان عنك شيء قدونا لير هذا إلك إلى عندك صدر يا أي دكتور كدواء ذي كبر يقبل حيا يقوى كشتي كدبنا المايك يوم إذا سوق هذا يميت كي بدون كي يقول ترنا وحن قاس وعي مد يقول سي قلبي حن بطنه المايك يقول هل كيا لو حط قاس تو إذا يقول حن بطنه ما قرته والله يبلا يطلع الدين يدي أقسم والله هذه والله سوق هذا يو إلى حد جوا اللي يقول لي هدي تي الله أني حرسته مدبلا أنا جم أتونتها ميت من كرنا وعي هذا عروته وينت أنا جن هو يلي حال الله وأنا كعملاء أم السنة على شك قلن ما قرته أنت هو يومي، أنت هو ماي، ما أنت وحكور دخاله وما يستو، إن لي ساعة ويربا وما دا إسلام كي يقرب يستكتو، أنت قير كش قيس أنا زم سنة، إن ما عيرة وحكور دجاه سديك كشدو، إن لي عاوي عندنا خلينا هم قط الله يقلا، يد وحتى ودور يسنا كرت هاد بسنت. آد يا آد بعد ما هاد سنت هاي جودة هم بدت كصومالية ده هل كان ينقلا كل مدونة أما إنه كأرك دونه وحن وكعد سنة هنا وصين حرس لأنه ويدي سنة هنا فنانين تاس يا أبو النداس خرة عدد كودة إياه وقت جودة بقى إنه وقت دير كل حي سنة إني إن القيس كود أو حالة دو دوانة هات في عينين التغيير دي إن لسه جرب يستكتن بس هذا صومالي ده أنت بدن سعوين تيسك عن قبل شذا كون أكسن وحن سوي إنه كعد سنة هنا هذا من هاي تلفزيون كوريال إن وحكس oo loo qaban karo qoyskan oo ka soo jeeda qoys taariikh ahaan hodana xagga fanka in la soo garab istaago waaniga maxamed taajir oo idinku sidaa fiya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh